قافلة تضامنية من سكان ولاية قسنطينة لإخوانهم في ولاية بشار المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي أضرت بالولايات الجنوب الغربي خاصة بشار والنعامة. هذه قافلة أولى وستتبعها إن شاء الله في الأيام القادمة قوافل أخرى لفائدة ولاية النعامة كذلك، لأنه هي ولاية متضررة كذلك. هذه القافلة المتمثلة في أكثر من 250 طن من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وكذلك من الأدوية، الأفرشة، الأغطية، وكل ما يحتاجونه في هذه الظروف الصعبة. هذه القافلة التضامنية اللي كانت تحت إشراف سيد والي ولاية قسنطينة، اللي شاركوا فيها المحسنين والتجار الصناعيين ولاية قسنطينة اللي هبوا هبة تضامنية، وهذه هي تلاحم الشعب الجزائري فيما بينهم.